السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. والنهاردة هناخد حاجة مهمة جدا تشغل تفكير معظم الناس اللي بيعملوا انترفيو أو سي في. هناخد هاو تو انتروديوس يور سيلف، إزاي تقدم نفسك في انترفيو. لما يسألك سؤال أو تكون محضر مثلا حاجة يقول لك انتروديوس يور سيلف ان 5 مينتس، قدم نفسك في 5 دقايق. ده لا يقضيها جملة ولا 10 ولا 20، لازم تكون محضر كل حاجة ومرتب كل حاجة. هنعمله النهاردة على هيئة مقال اسي او سي في مقسم ل4 أجزاء. الأول عن البيرسونال انفورميشن، معلومات شخصية عنك. 2 هيبقى عن البيرسونال سكيلز، مهاراتك الشخصية اللي بتفيده. وات ار يو جود ات، سكيلفول ات، اكسبيرت ات، انت شاطر في ايه، كليفر ات ايه. 3 هيبقى عن الانترستس، واتس يور او وات ار يور انترستس، ايه هي اهتماماتك. واخر حاجه يور هوبس، هواياتك. تعالى كده احنا هنكتب هاو تو انتروديوس يور سيلف ان ان انترفيو. معايا؟ هاو to introduce yourself in an interview. تمام؟ هنحط كده main points، نقاط أساسية. النيم، الايج، وفي الايج السن او العمر هنكتب معاها كمان ديت اوف بيرث، ديت اوف بيرث يعني تاريخ ميلادك. هنكتب كمان بيرث بليس، مكان ميلادك، سواء الناشوناليتي الجنسيه او مثلا السيتي او التاون او الفيليج القريه او المدينه الكبيره او الصغيره اللي انت عايش فيها. كل واحده في جمل صغيره. اهم نقطه ان الجمل بتاعتك السنتنسز تبقى شورت اند سيمبل، بسيطة وقصيرة عشان تفتكرها ما تغلطش فيها. يبقى مرة تانية هتكلم عن الايج، النيم قال واحدة، الايج 2، البيرث بليس مكان الميلاد 3، البيرث الديت اوف بيرث تاريخ الميلاد 4، الناشوناليتي، التاون، السيتي، الفيليج. تمام كده؟ الماريتال ستيتس، ماريتال ستيتس يعني حالتك أو الحالة الاجتماعية، مارد، سنجل، ديفورسد، ويدو. اتفقنا؟ نتكلم كمان عن بليس اوف ورك، مكان العمل، واتس يور جوب، سواء الجوب أو الكلام. دي كله هنسميه إيه؟ هنسميه بيرسونال انفورميشن، معلومات شخصية. يبقى النقاط دي تبقى في دماغك، ممكن نكتبها ونتكلم عليها. يبقى أول حاجة هتكلم عن إيه؟ هذه النيم، الايج، ديت اوف بيرث تاريخ الميلاد، بيرث بليس، بيرث بليس مكان الميلاد، ناشوناليتي الجنسية، ناشوناليتي الجنسية، او عن الجوب الوظيفة بتاعتك، place of work ومكان العمل، place of work مكان العمل، marital status، marital status. المارital status اللي هي الحالة الاجتماعية، married، single، divorced أو widow. number of children، عدد الأطفال، عدد الأطفال. شوف كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 جمل سهلة وبسيطة وفيري شورت اند سيمبل. فين؟ في البيرسونال انفورميشن، في المعلومات الشخصية. تعال كده نعمل ابلكيشن، تطبيق عليا أنا مثلا كمدرس أو مثلا كلوير، محامي أو انجينير أو مهندس أو دكتور أو أي حد is going to
make an interview. هيعمل interview. هتتكلم وهتقول عن نفسك. مثلا I am صلاح دياب. Your name, your name and your father name. طيب بعد كده تخش على الايج. I am 47 years old. شايف الجملة بتاعتي؟ تنتهي فول ستوب، تبدأ بكابيتال صغيرة. الديت اوف بيرث، تاريخ ميلادك، قول I was born in or in. اكتب الشهر in July. In واكتب السنة 1970 مثلا 5. اوكي يبقى كده ادي 1 2 3 ثلاث جمل وانا لسه فين الثالث اهو. البيرس بليس والناشوناليتي، هتقول I am Egyptian. I live in Asyut City. In مثلا in Cairo City، حسب المدينة بتاعتك. يبقى تقول I am Egyptian. I live in Asyut City. مثلا in a small، أو خليها at، لأن at للمكان الصغير، in للمكان الكبير. طيب in سوري at a small village، في قرية صغيرة. يبقى هنا كتبت الناشوناليتي I am Egyptian ثلاث كلمات. I am Egyptian. I live in Asyut City، بعيش في مدينة أسيوط at a small village، في قرية صغيرة. طيب نيجي بعد كده دلوقتي، أنا عايز المكان الجوب بتاعك، وظيفتك، مكان العمل، حطهم في كلام في الجملة تاني. I am a teacher of English. Of English، مكان العمل. I work at secondary school. Secondary school، ده مكان العمل. I am a teacher of English، دي الجوب. I work at secondary school، ده الورك بليس، مكان العمل. طيب الماريتال ستيتس، الماريتال ستيتس هتقول I am، كل واحد حسب نفسه، depends on you، تعتمد عليك. I am single، I am married، I am divorced. طيب هنا نقول I am married. ثلاث كلمات اهي، I am married. خلي الجملة بتاعتك سهلة وبسيطة جدا. طيب number of children، I have four children. Two sons، two sons and two daughters. حلو، جميل خالص. طيب انا دلوقتي عملت البيرسونال انفورميشن. طيب كده خلصت، يعني عدت كده معايا حوالي 10 جمل في المعلومات الشخصيه اللي عن نفسي. اخش بعد كده على ايه؟ على سكيلز، المهارات بتاعتك. ما تقلش عن 4 أو 5 جمل، 4 أو 5 سكيلز. يبقى هنا هنكتب عن السكيلز، مهاراتك الشخصيه. انت جود ات ايه؟ انت ماهر في ايه؟ مثلا تقول I am good at teaching English. انا كمدرس شاطر في تدريس اللغه الانجليزيه. I am good at using computer مثلا programs. انا شاطر في استخدام برامج الكمبيوتر. I am good at
using computer skills, مهارات الكمبيوتر أو برامج الكمبيوتر. I am good at using social media, working sites, مواقع social working sites, مواقع التواصل الاجتماعي. هذه ثلاثة. مثلا I am expert at, أنا ماهر أو خبير في using مثلا educational methods. يعني educational methods يعني طرق التدريس التعليمية. مثلا new strategies, الاستراتيجيات الجديدة المودرن الجديدة. مثلا I am good at, أنت تشوف نفسك ماهر أو شاطر في. تعال نشوف كده المهارات اللي عندك. لما أقول مثلا إيه في السكيلز, I am good at teaching English and using the modern methods. هنكتب الجملة دي, خليها بالأحمر. I am good at using, أنا شاطر في, clever at, expert at, skillful at. أربع جمل تفتكرهم كده, good at, skillful at, expert at, clever at. أربع جمل بأربع إيه؟ بأربع مرات. I am good at using modern إيه؟ methods يعني ways, طرق, methods of teaching English. انت طبعا هتشيل ايه؟ هتشيل teaching English وتحط الوظيفة بتاعتك. طيب ايه انت شاطر فيه؟ I am clever at, خليها أفضل. I am clever at using means, يعني وسائل, means of modern technology. Modern technology. Com
كمبيوتر سكيلز او كمبيوتر بروجرامز. كمبيوتر سكيلز اند مودرن تيتشينج استراتيجيات التعليم او التدريس الحديث. برضو هنا في السكيلز انا عملت اربعه او خمس جمل. I am good at using the modern methods of teaching English. I am clever at using the means دي وسائل ولا تجمع. لو شلت الاس بقيت مين تعني مختلفه خالص، مين حقير. طيب means of modern technology، شاطر في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثه. I am skillful at using the means of social media and networking sites، مواقع التواصل الاجتماعي. I am expert يعني خبير. Expert at classroom management or time management. And I am clever at computer skills and modern teaching skills. ده خدنا الـ personal information وآدي الـ skills. قاعدين اتنين، هناخد الـ interests الاهتمامات، وهناخد كمان ايه؟ الـ hobbies الهوايات. عشان بس الفيديو بتاعنا ما يبقاش طويل خالص، هنخلي الجزء ده بارت وحدي، وهنخلي الجزء الثاني اللي هو بتاع الانترستس الاهتمامات والايه والهوبز الهوايات في بارت ثاني جميل جدا. احنا قلنا هنركز على ايه؟ ان الجمل بتاعتنا تبقى شورت قصيره سيمبل بسيطه، كلماتها تبقى عالقه، انت بتكسبريس يور سيلف، بتعبر عن نفسك. ده يعتبر مقال ان اسي او باراجراف بتتكلم فيه، بس احنا قسمناه لايه اجزاء. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا على حوالي 4 سكيلز، 4 او 5 سكيلز. هناخد في البارت الثاني الانترستس اند هوبس. اوكي فولو اند ويت مي ان بارت 2 هاو تو انتروديوس يور سيلف ان ان انتروداكشن انترفيو. جود لك اند جود باي.